شوية ولك بعدين شوية شفتك شفتك شبتك الطر طايرتي يخرب بيتكم شو قليل الذو العمى بمدوا ايدن على الرزق كمان شفتك ولك شفتك انت ابن ابو شهاب عرفتك ولك انا بفرجيك يا عمنطشي يخرب بيتك الله يعينك تقرب مرة ثانية على طر طايرتي العمى بقلبك العمى مثل العفريت شاقين الأرض طالعين العمى يخرب بيتك العمى يخرب بيته بيته العمى تقولي عفريت وشاقق الأرض طالعين شفته هلق بروح لعند المشهاب وبحكي معها عم قلك كمشته بالجرم المشهود وهو عم يلعب بالطرطايرة وينهب الرزق بعد ولا يهمك تقبرني قلي وين مشوارك اليوم وين بدي روح يعني مثل العادي عدير العصافير بدي حمل كم كيس سماد من هنيك وبدي اخذ الفجلات والبصلات وسوقهن بسوق الهول يعني بدك تتاخر لا بديش اتاخر يعني حسب التسهيل يلا بدك شيء لا ما بدي شيء سلامتك مهوني بس امشي على مهلك لان سواقتك على قدها وشوفاتك نص ونص نص ونص يعني انت يلي شوفاتك ملاح نص ونص ايه الله يرضى عليك جهزوا لي عدة صيد كلياتها ايه وامسحوا الجفوت منيح ايه مشان غبرة ماشي ولا يهمك الله معك رح تطول بالمزرعة شغلة يومين ثلاثة مو اكتر ليش كل هالقد يا صالحة هذا موسم صيد الحباري وبيجوز نعسكر يومين ثلاثة بالجرد العالي اي سيارة رح تاخد معك رح اطلع بالبومة والشباب رح يطلعوا وراي بال505 يعني الشبح رح تضلهم؟ اي نعم رح اترك لك اياها واذا شي حدا اتصل فيني من التجار اعطيهم رقم المزرعه هلا لو قعدت هون ودرت بالك على موسم الزيتون مو احسن لك من الطلعه لا مو احسن موسم الزيتون ما رح يهرب بيستنى بس الحباري والترغل ما بيستنوا رستم بيت كل شي جاهز رستم بيك والشباب وينهم؟ منتظرين تحت أصبح زين حمي السيارات على بين ما أجي حاضر رستم بيك يلا تريد شي قبل ما نمشي؟ سلامة قلبك مهوني وينك رستم؟ نبه على راتب يسوق على مهلها حاكم أنا ما بتعجبني سواقته ابنه تأمري أمر صالحة خانو الله معك الله يسلمك أجل معنا يا شباب وين طاح شهاد؟ زين قل له خليه يرجع لورا عمرك رستم بيك ارجع لورا يا حباب طريق ما بيساع الا سيارة واحدة شي؟ وأنا شو دخلني يعني؟ شلون شو دخلك؟ الكركوبة تبعك قاطع الطريق لا تقول كركوبي إذا بتريد واحترم حيلك ها بعدين المفروض يعني انتو اللي ترجع مش أنا
أنا قاطع ثلاث أرباع الطريق وبخين علي الربع، فإذا رجعتوا أنتوا ربع الطريق أحسن ما أرجع أنا ثلاث أرباعه. العمى هذا مجنون ولا طاقف يوزاته؟ طول بالك يا ناظم، أنا بتفاهم معه. شوف يا أخونا، رستم بيك بده يمرو، ورستم بيك ما تعود إطلاقاً يرجع لورا، طول عمره بيطحش لقدام. بعدين معقولة سيارتين كبار مثل هدول يرجعوا من شان شقفة طرطيرة مثل طرطيرتك؟ فهمت معنى الكلام ولا ما فهمت؟ لا والله ما فهمتش. يعني سيوي أن كنت راكب طرطيرة ولا جحشي ولا سيارة شبح، فأنا بحق لي استعمال طريق مثلي مثل غيري، وإذا كان الطريق مطوب باسم رستم بايك لحتى نعرف يا حبيبي. معلم هذا يمكن ما راح يفهم بالذوق. هيك يبدو. شوف يا أخونا، كلمتين ورد غطاهن، بدك ترجع ولا لا؟ لا والله بديش ارجع. ما بدك ترجع؟ شوفوا شغلكن يا شباب. ما كان في داعي تضربوا لها زلمة كل هالقد يا راتب، يعني كان كفين ثلاثة على كم طيارة على رقبته بيوفوا بالغراض. إيه لا يا بيك، انت بذاتك لو سمعته شو كان عم يحكي كان فار دمار. لا حول ولا قوة إلا بالله، عرفته من أنه ضيعة هو؟ على هوا سحنته لهجته يا معلم، أكيد من ضيعة عش الزلائط. شو هالحكي؟ يعني ما لقيته تضربوا واحد إلا من عش الزلائط؟ ليش وين الغلط يا بيك؟ لك يا راتب، أهل الضيعة هاي كلهم مشرانيين ومشكلجية وقتالين قتلة. شو يعني رستم بيك؟ لك شلون شو يعني؟ واضح الشغلة يا راتب، أهل ضيعته ما راح يسكتوا على هالقصة أبدا. بكرة أكيد أخواته وولاد عمومته وقرايبينه راح يعملوا عصابة ليأخذوا بتارو، بس إن شاء الله ما تكونوا ذكرتوا اسمي قدامه. بصراحة يا معلم ذكرنا العنين. ما سمعتني شو قلت له قدامك؟ قلت له رجع لورا، هاي سيارة رستم بيك، ورستم بيك ما تعلم بحياته يرجع لورا، طول عمره بيطحش لقدام. صبر جميل وبالله المستعان. بس بدي افهم، مين وكلك انت تحكي هالحكي؟ من شان هيبتك يا بيك. ايه بلا هيبة بلا بطيخ مبسمير، يعني ضروري روح قتل مشان هيبتي؟ فشلوا يا بيك، يلي برشك بالمي منرشه بالنار والدم. لك حاجة ولا حاجة؟ حاجة عليك مصدي. بكرة عند القنا بالقنا أول ناس بتهرب هو أنتو. شو محلي أعرفكن يعني؟ مو شاطرين غير بالبهرة والمنفخة. الله يسامحك يا بيك، أنت بتمول على راسي، بس يا ريت يجربوا أهل ضيعة عش الزلائط يهجموا علينا، بس لفرجيك شو بدي أعمل لك فيهم. الله لا يقدر. شو يهجموا؟ كش برا وبعيد. قال يهجموا، قال حرك حرك هلا خلصني. الله يرضى عليك يا ام عواد، اعطيني كيلة مي. على عيني يا بعد عيني. يا ويلي يا ويلي يا ويلي. تفضل اشرب يا بعد عيني. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لي شو صار لك؟ مين عمل فيك هيك؟ بلش يفور دمي يا ابو عواد، قل لي بس.
يعني عامل حادث بالطرطيرة؟ لا لا سمح الله ما عملتش حديث. متخانق انتو حدين؟ اي نعم يا ام عواد. انتو مين اتخانقت؟ انا ورستم بايك وجماعته. حوايلي انتو ورستم بايك؟ وشو هو السبب؟ هيك حيوني لوحني تيسني مني. اما شو اكلت اللي قتلي يا ام عواد؟ حشكو لبك شي على كيفك تمام، ما بتشتهيها العدوي والله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يكسر دياتهم ويفك رقابهم إلهي. لا تدعي هيك يا أم عواد، مشان الله لا تدعي هيك. ما بدنا الله يكسر يديهن ولا يفك رقابهن، بدنا سلتنا بلا عنب. ادعي لربي كيف بلاهن عنا ونحن بألف خير من الله. ما فهمت عليك يا أبو عواد. كل خوفي ما يشتفي قلبهن مني بهالقتل يلي سلخوني إياها ويلحقوني لهون حتى يكملوا عليا. فعل الله ولا فعلك؟ وليش حتى يلحقوك؟ مثل ما عم قلك، لأني هددتن بعد ما أكلت القتل. أنت هددتن؟ إيه هددتن. قال لي هذا البغل الكبير يلي كان معهن، قال لي هي القتلة لحتى تعرف منو هذا رستم بي، وسلخني كفين بعدها مثل فراق الوالدين. وانت شو جاوبتهن؟ قلت له وانتو كمان بكرة بتعرفوا منو هذا ابو عواد خيال المارة، انا بفرجيكي. لا 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 لا، الله يصلحك ويهديك يا ابو عواد. يعني كنت كل هالكفين بتمساكت ضروري كنت تتفاصح يعني وتقلن انا بورجيكم؟ شو بيعرفني يا ام عواد؟ هذا اللي طلع معي من حلاوة الروح. بسيطة بسيطة تقبرني ولا يهمك. بس ما قلت لي يا ابو عواد يعني ليش هن قتلوك؟ اطلعت لي بنص الطريق وما رضيت ارجع. الحق معي يا ام عواد، الحق معي، الطريق لي. ولك انت من طول عمرك بتمشي الحيط الحيط وبتقول يا ربي السترة، شو صار لك على غفلي؟ على كل ولا يهمك تقبرني، حط لك تاكل. أبديش ما بديش اتزهرمشي، مسدودي نفسي. ويا ترى هذا ابو عواد له اخوات وقرايبين؟ اهل ضيعة عش الصلاة سيدي كلهم قرايبين. يا حبيبي على العلقة، هذا اللي كان ناقصنا. شو قولك بيهجموا علينا الليلة؟ علمي علمك سيدي، شو بيعرف لي؟ قديش اليوم بالشهر؟ 27. العنين معناها ما في ضوء قمر. ليش شو دخل ضوء القمر سيدي؟ ولك خايف يتسللوا بهالعتمة ويفوتوا لهون، فهمت بقى بيش عم فكر؟ ولا يهمك يا بيك، أنا وزعت لك الحراسة على كل أرجاء الفيلا تحسبا لأي طارئ. دير بالك ها، دير بالك يا راتب، لا تبرد قلبك، اعمل دورية كل ساعة الله يرضى عليك. أمرك يا بيك. والكلاب شلون وزعتوها؟ الأسود جعاري عند الباب الوراني، والشيانلو على الباب الرئيسي، والدوبرمان على الباب الشمالي. ما بيكفوا يا راتب، ما بيكفوا. روح الله يرضى عليك دبر لي شي كلبين ثلاثة تانيات تكون همتهم عالية وشبتهم مرعبة. شو بدنا نعمل يا بيك؟ بالوقت الحاضر ما في غير هدول. يا ريتني ما تفالحت وهديت الكلب الأشقر لمدير المنطقة، لأنه هلأ وقت عاسته، هلأ يا راتب. بالفعل يا بيك، هداك كان قد عش كلاب. صحيح نسيت أسألك يا راتب، في حدا من رجالنا من ضيعة عش زرائط؟ لا، بس في واحد عنا مصاهرون، يعني آخذ منه. احلق له فورا وعن ناعم كمان. روح الله يرضى عليك شلحوا البارودة واصرفوا على قهوة سباب. بس يا بيك هذا أكتر واحد ثقة عنا. لا لا يا راتب، أنا ما عندي حدا موثوق منوب، عمل مثل ما عمل لك الله يرضى عليك. عمرك يا بيك. أوام كلبنا قطاش مش عم ينبح اليوم، شو قصته؟ جوز يكون نايم يا أبو عواد. نايم هلق وقت النوم، قومي فيقي، قومي فيقي قوام. شو بدك فيه؟ شلون شو بدي فيه؟ ضروري يعني يهجموا وياخذوني على غفلة، بينبحلوا شوي إذا شاف حدا غريب وبنبهنا حتى ناخذ احتياطاتنا. تكرم طلع شق علي. شو طعمتي اليوم؟ عندي شوية برغل خيمين وطلع ريحتهن تحت، يعني الحشت له ياهن. الله يصلحك ويهديك يا أم عواد، يعني ما لقيتي له احسن من هالاكلة؟ وشو بدي طعميه؟ لوز وسكر يعني؟ كنتي طعميه لحم، يعني المفروض فيكي بهيك حيلة تذبحي له الديك. الديك الاحمر؟ يعني الكلب ياكل اللحم ونحن نظل عايشين على البرغل؟ ها
هذا اللي كان ناقص. معليش يا معواد معليش، ياللي بده يشعر بالأمن بده يضحي، لأنه هذا الكلب إذا ما طعميناه وحشيناه ودللناه ما بيعود يدير باله علينا وبيصير يطنش بيقضيها نوم. الله يمضي هالليلة على خير. آخ آخ، أمين يا ربي أمين، أمين يا أرحم الراحمين. ألو نعم نعم، أهلين صالحة أهلين. إيه لا أنا ناوي أرجع بكرة. شو رستم؟ مو على أساس تقعد شي 3-4 أيام؟ بلا هيك كنت ناوي، بس يبدو أنه ما في موسم صيد منيح هالسنة. شو عرفت؟ لسه اليوم وصلت هيك قالوا لي. رستم لا ترد على حدا، اطلع على عش الزلائط وجرب حظك هنيك. بعش الزلائط؟ لا بس بخاف يصطادوني هنيك يقرصوني، بخاف ما نلاقي طلبنا صالحة. اي مثل ما بدك. انت قلت لي رح ترجع بكرة صبح، يعني ماشي من جهجهة الضو. اوف، ليش مبكر كل الآن؟ مشان اكسب نهاري من اوله، لانه شو قلت لحالي وانا قاعد هون؟ شو قلت؟ قلت لحالي يا ولد شو بدك بالصيد وهالعلك الفاضي. ايوه انزل دير بالك على موسم الزيتون احسن لك. مو انا اللي قلت لك هيك؟ معك حق، والله معك حق يا صالحة، يا ريتني سمعت كلامك من الاول. بس شو عادي يفيد الندم هلا؟ خير رستو؟ في شي؟ لا لا، شو بده يكون فيه يعني؟ طيب شو عم تساوي هلا؟ عم العب ورق انا والشباب، الله وكيلك حاططهم حوالين هالمزرعة، حوالية يعني، ونازل فيهم سلخ رائع بهالطرنيب. ايه الله يبسطك يا رب. اما شو مبسوط بسط بسط يفوق الوصف. لك اهم اهلي صالحة، تصبح على خير. عندك وقف، عندك 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 يا اخي، لا حول ولا قوة الا بالله. شو صاير لك فايت مثل الحرمية واللصوص؟ اتنحنح يا اخي صعول. خلصت الدورية؟ ايه معلم خلصت. كيف الوضع على الأسوار الأمامية؟ كله تمام معلم. ماشي حال، روح تيسر لشغلك انت هلا. حاضر. لا حول ولا قوة الا بالله، الله يمضي هالليلة على خير. لك آخ آخ، من طول عمري جبان ورعديد وخروق وقلبي قطيعة، منين هبطت علي هالشجاعة فجأة ما بعرف. يعني شو كان صار لو رجعت لورا وخليتهن يمرقوا؟ ضروري الواحد يكبر رأسه على الفاضي. بالفعل مش حلوة التنيحة، لا أكل يلي معي شقف الطرطيرة بثلاث دواليب، وبدي مرسيدس والبيجو يرجعوا لورا مشان فخامة الطرطيرة تبعي. بستاهل ميت قتلي على هالشغلي. وبصراحة ناس غيرهم كانوا فكوا رقبتي. بالفعل طلعوا هالجماعة أكابر وما تمدوش معي كثير، بس يا خوف يكونوا مبيتين ليها. الله يستر يا رب، الله يستر. يا بيك يا بيك، شو هجموه؟ ما حدا هجم يا بيك، بس طلع الضوء انت نايم هون.
يبدو اني نسيت حالي وسهيت وانا قاعد. اللي يا بيك بتحب تفطر هون ولا برا بالجنينه؟ لا بدي افطر لا هون ولا برا. خليهم يجهزوا لي عروسه لبنه وخيارتين، وجهز لي حالك انت ويا هون مشان نرجع. حاضر يا بيك. بسرعه الله يرضى عليك. ابو عواد يا ابو عواد يا ابو عواد. شو صار؟ شو صار؟ هجموه؟ ما حدش هجم. شو صار لك هالقد مرعوب؟ ما بدك تفطر؟ لا بديش افطر. لفي لي عروسة لبني بيمشي الحول. يعني ما بدك تروح على الشغل؟ والله ما بعرف، احترت والله حيرني. شو قاولتك، روح ولا ما روح؟ خلص يا ابو عواد روح وتوكل على الله. يعني مش معقول تضل قاعد بالبيت بدون شغل. معك حق معك حق. اصبح لقوم جهز الطرطيرة وشق على مية البطارية وزيت الفرام. روح روح يا بعد عيني روح. الله والنبي يكون معك ويحرسك يا رب. ماشي بنور الله أدعي وأقول يا رب. ماشي بنور الله. ماشي بنور الله. ماشي أنا ماشي. ماشي بنور الله. رستم بيك لعينيك. نحن نرجع لك حواليك. نحن نرجع لك حواليك. هيك وهيك وهيك وهيك. هيك وهيك وهيك وهيك. للبيع عادي رستم بيك. للبيع عادي رستم بيك. رستم بيك رستم بيك. رستم بيك رستم بيك. نحن نرجع لك حواليك. نحن نرجع لك حواليك. هيك